السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي دفعة 39 رفقاء درب الليالي الطوال. اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنبدأ في الجزء الثاني من شابتر الاورال كافيتي، وهو بعنوان السليفري جلاند نيوبلازم. يلا بينا نصلي على اشرف الخلق اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سليفري جلاند نيوبلازم، اول حاجة هنبدأ بيها هو الانسيدنس. الانسيدنس احنا هنخلصه مع بعض بقاعدتين مهمين جدا، هيخلصوا لك كل جمل الام سي كيو اللي ممكن تيجي على حته الانسيدنس. قاعده رقم واحد بتقول لك تزداد نسبه حدوث الورم كلما ازداد حجم الغده. خلي بالك انا قلت هنا ورم، هل انا حددت الورم ده مالجننت ولا بناين؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا، انا قلت الورم بشكل عام. وعليه بما ان الباروت الجلاند هي اكبر الغدد اللعابيه حجما، فالباروت الجلاند هي اكتر الغدد اللي بيحصل فيها نيوبلازم بشكل عام. تمام، يبقى النيوبلازم بشكل عام بيحصل اكتر في الباروت الجلاند لانها اكبر الغدد حجما. نيجي القاعده رقم 2، بيقول لك تزداد نسبة حدوث الورم الخبيث اللي هو المالجنانت كلما قل حجم الغدة. وعليه لما نحط القاعدتين دولت مع بعض هنلاقي ان اكتر النيوبلازم بيبقى طالع من الباروتيد، ولكن اغلبهم بيبقوا بيناين. لماذا؟ لان الموضوع مجموع حجم، البروت الكبيره في الحجم، وقلنا الورم الخبيث بيحصل اكتر كانسيدنس كل ما الغده يقل حجمها. ما فهمتنيش في دي، تفهمني في الثانيه. عندنا الماينور سليفري جلاندز، الماينور سليفري جلاندز دولت حجمهم كبير ولا صغير؟ لا، ده حجمهم صغير جدا، لذلك نسبه حدوث النيوبلازم فيها بشكل عام قليل كنيوبلازم. ولكن لو حصل ورم في المايلور سليفري جلاند غالبا هيكون مالجنانت. ليه؟ لان المايلور سليفري جلاند صغيره جدا في الحجم، وتزداد نسبه حدوث الورم الخبيث كلما قل حجم الغده. نقول القاعدتين كده على بعض تاني ونقول الاستنتاجين بتوعنا. تزداد نسبه حدوث الاورام بشكل عام كلما ازداد حجم الغده، وعليه من اكبر الغدد حجما الباروتيد، فهي دي اكتر غده هيحصل فيها نيوبلازم. تمام، دي القاعده الاولى استنتجنا منها النقطه دي. قاعده رقم 2 بيقول لك تزداد نسبه حدوث الورم الخبيث كلما قل حجم الغده، وعليه مش الباروت الكبيره في الحجم والورم الخبيث بيحصل اكتر في الغدد الاقل حجما، عليه اغلب الاورام من اللي موجوده في الباروت بتبقى بيناين. نستنتج الحاجات الثانيه، من اصغر الغدد اللعابيه حجما الماينور سليفري جلاند والسابلينج والجلاند. تمام، دولت نسبة حدوث الأورام بشكل عام فيهم قليلة، ولكن لو حصل فيهم ورم نظرا لصغر حجمهم هيبقى الورم ده غالبا هيكون مالجنان. تعال نطبق القاعدة بتاعتنا اللي بتقول لك تزداد نسبة حدوث الورم كلما ازداد حجم الغدة، بينما تزداد نسبة حدوث الورم خبيث كلما قل حجم الغدة. تعال نشوف القاعدة دي نطبقها ازاي. من أكبر غدة في الحجم الباروتيد، وعليه الماجوريتي اوف نيوبلازم تبقى اكتر في الباروتيد بنسبه 70%. عظيم. طب الباروتيد دي غده كبيره في الحجم ولا صغيره؟ قلنا دلوقتي غده كبيره في الحجم، فلو حصل فيها ورم هيبقى اكتر بناين، لان الورم الخبيث عشان يحصل بيبقى اكتر مع الغدد اللي حجمها قليل. تمام، فانا عندي من اورام السليفري جلاند 80% منهم بيبقوا بناين و20% مالجنانت. عظيم. نيجي الغده متوسطه الحجم زي السب مانديبولار جلاند، نسبه حدوث الاورام فيها حوالي 22%. طيب اورام السليفري جلاند قد ايه بناين وقد ايه مالجنانت؟ قال لك 50% بناين و50% مالجنانت، غده متوسطه الحجم. تمام، طب نيجي للغدد الصغيره زي السب لينجوال والماينور سليفري جلاند، دولت غدد صغيره في الحجم، فكل ما حجم الغدد هيقل كل ما نسبه حدوث الاورام بشكل عام هتقل، فعندي نسبه حدوث الاورام في الماينور والسب لينجوال تصل الى 8%. طيب مش دي غدد صغيره في الحجم، فلو حصل فيهم ورم هيبقى اكتر مالجنانت، فالمالجنانت نيوبلازم بيبقى نسبته 75% في الماينور سليفري جلاند و25%
من التيومرز اللي بتحصل في الماينور والسبلينج والسليفري جلاندز بتبقى بنايجن. العنوان اللي بعد كده هو عنوان الكلاسيفيكيشن اوف السليفري جلاند تيومر، ولكن اسمح لي اجل لك الكلاسيفيكيشن لاخر الفيديو. طب اشمعنى؟ لان الكلاسيفيكيشن هيقول لك ايه هي اسامي البناين تيومر والماليجنانت تيومر، واسامي التيومرز اللي بتبقى طالعه من السليفري جلاند بتبقى معقده نوعا ما، ومش نفس الاسطمبه اللي احنا متعودين عليها في اي تيومرز. فانا هتكلم على كل ورم بالتفصيل واعرفك كل حاجة عن المرض واعرفك الاسم بتاع الورم ده جه منين، وبعدها هيبقى في نهاية الفيديو عنوان الكلاسيفيكيشن ده تحصيل حاصل وتقدر تجاوب عليه بكل سهولة. فانا هبدأ أول حاجة بالبناين نيوبلازم، وتحديدا مع أول ورم معايا هو البليومورفيك أدينوما. بليومورفيك أدينوما فما حاجة ما نعرفش، شفت الأسامي غريبة إزاي؟ طب اسمع الاسم التاني للورم ده. الورم ده في رواية أخرى يطلق عليه اسم ميكسد سليفري جلاند تيومر. لا ده كده فعلا فما حاجة ما نعرفش، أكيد في حاجة. بليومورفيك أدينوما ميكسد سليفري جلاند تيومر، أكيد في قصة عن الاسم ده. هقول لك الاسم ده معناه إيه دلوقتي كمان دقيقتين بالظبط. عايز أتكلم أول حاجة على الإنسيدنس بتاع البليومورفيك أدينوما. بيقول لك هو ده الكومونست تيومر، أشهر تيومر هنتكلم عليه هو البليومورفيك أدينوما. مكتوب عندك في الكتاب إن هو مور كومن إن الميلز. طيب فاكر الانسيدنس بتاع التيومرز بيبقى على علاقه وطيده جدا بحجم السليفري جلاند، فقلنا ان اغلب الاورام بتحصل في الغدد الكبيره في الحجم وعليه اكثر الاورام بتبقى موجوده في البارتل، وقلنا ان المالجنت تيومر بيبقى اكتر في السليفري جلاند اللي حجمها صغير وعليه البارتل بيبقى اكتر الاورام اللي فيها بتبقى بيناين وليست مالجنت لانها الغده الاكبر حجما. نيجي بقى نفرمط الكلمتين دولت على الانسيدنس بتاع البليومورفيك ادينوما، قلنا انها الموست كومن تيومر وتبقى موجوده اكتر في الميلز. بيقول لك انها بتبقى موجوده اكتر في الباروتيد اكتر من السب مانديبولار جلاند. فين تحديدا في الباروتيد؟ في السوبرفيشال بارت بتاع الباروتيد وليس الديب بارت. طيب يا ترى يا الفا هل ترى الورم بتاعنا ده ممكن يقلب الى مالجنانت تيومر؟ للاسف ممكن يقلب الى مالجنانت تيومر. فبيقول لك 2% من الناس اللي بيبقى عندهم بليومورفيك ادينوما على مدار 10 سنين الورم اسفا هيتحول الى مالجنانت نيوبلازم. بعد كده هنتكلم على عنوان الباثولوجي، وهنفهم الفم حاجه اللي انا بقولها لك من بدايه البليومورفيك ادينوما، ونفهم كلمه ميكسد سليفري جلاند تيومر وبليومورفيك ادينوما جت منين. الموضوع كله هو في خطيئه وقع فيها الدكاتره والعلماء زمان واحنا بندفع ثمنها لحد دلوقتي. انا بدفع الثمن ان انا بشرح لك الموضوع ده بهذا الكم من التفاصيل، وانت بتدفع الثمن انك بتذاكر كل هذه التفاصيل، واصبح البليومورفيك ادينوما من احد اهم موضوعات الجي اي تي عامه. طيب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه ان زمان في عيان دخل العياده عند دكتور، العيان ده عنده سويلنج رافع الليبيولو في الاير وعلى احد جانبي الوجه بالمنظر ده كده اهو. الدكتور قال غالبا هذا السويلنج منشاه الباروتيد جلاند. طيب الدكتور عايز يعرف بقى السويلنج ده بيناين ولا مالجنت. الدكتور بص كده بعينه الثاقبه ما لقاش اي ليمف نود افكتد، وجد ان الفيشن نيرف سليم سليم سليم، وفي نفس الوقت كمان السويلنج ده من الشكوى بتاعه العيان كان سلولي بروجريسيف، وفي نفس الوقت كمان مفيش اي بين. فالدكتور قال هذا الورم غالبا بناين، يا بتوع الباثولوجي عايزين نشوف الورم ده تحت الميكروسكوب. فدلوقتي الدكتور متوقع ايه؟ متوقع ان ورم طالع من جلاند المفروض يبقى تحت الميكروسكوب ابقى شايف ادينوما. وده بالفعل اللي الدكتور شافه، شاف ان احد مكونات هذا الورم هو جزء ادينوما. يا دكتور الباثولوجي اللي معانا، الادينوما دي منشاها منين بالظبط؟ قال لك الادينوما بيبقى منشاها ابيسيليوم، الابيسيليوم بتاع الجلاند اللي هو الضغط والاسيناي اللي هم دولت. ادي الاسيناي الخلايا بتاعتها عماله تتكاثر، وفي نفس الوقت كمان الضغط الخلايا بتاعتها عماله تتكاثر، عامل لك شيتس من الخلايا بالمنظر ده كده اهو. ده كان الكومبوننت الاولاني اللي الدكتور شافه تحت الميكروسكوب. الدكتور بقى وجد حاجه غريبه جدا، لقى الجزء ده، الجزء ده الدكتور لقى لونه ازرق. فكر الدكتور كده بينه وبين نفسه وقال لك ايه اللي احنا خدناه تحت الميكروسكوب بيبقى لونه ازرق؟ ما يكونش كارترج، المنظر ده عامل زي منظر اللاكوني بتاعت الكارترج، ليه ما يطلعش المنظر اللي انا شايفه ده كارترج؟ طيب سال الراجل بتاع الباثولوجي اللي جنبه، قال له الكارترج ده منشأه منين بالظبط؟ قال له منشأه من الكونكتيف تيشو. فالدكتور قال انا شايف ورم بروحين، المنشأ الاولاني ليه جزء ادينوما طالع من ايبيثيليوم، والجزء الثاني منه او الروح الثانيه منه جزء كارترج طالع من الكونكتيف تيشو، يبقى الورم ده ميكسد، وفي السليفري جلاند يبقى ميكسد سليفري جلاند تيومر. يبقى لماذا اطلق على
البيومورفيك ادينوما ميكسد سليفري جلاند تيومر، لان ورم بروحين، الروح الاولانيه منه طالع من الاكسيليوم اللي هو جزء الادينوما بتاع الضغط والاسيناي، والجزء الثاني منه زمان، خلي بالك بقول زمان، الدكتور شاف المنظر ده على انه كارترج، وقال لك ان الكارترج بيبقى طالع من الكونكتيف تيشو، لذلك انا عندي ورم طالع من منشئين، منشا ايبيثيليوم ادينوما ومنشا من الكونكتيف تيشو اللي هو الكارترج، فهنسمي الورم بتاعنا ميكسد سليفري جلاند تيومر. الكلام اللي انا هقوله لك ده بقى مش عليك، علشان بس عايزك تبقى فاهم الموضوع. طبعا انا هنا هتدخل واقول للدكتور اللي انت شايفه تحت الميكروسكوب ده ما هو بكارترج، اللي انت شايفه تحت الميكروسكوب ده مش كارترج. هنا انتوا وقعتوا في خطيئه، ان انتوا نسيتوا او ما كنتوش مدركين ان الباروت الجلاند متحوطه بلاير اسمها الانفستنج لاير اوف الديب فاشي اوف النك، واللاير دي تايت جدا على الباروتيد، وهي دي كانت منشا الخطيئه ان انتوا نسيتوا هذه المعلومه. فالباروتيد دي متحوطه بتايت كبسول معمول من الانفستنج لاير اوف الديب فاشي، وهنا كانت قص كل خطيئه. انا دلوقتي انا هتخيل معاك سيناريو، نتخيل دلوقتي ان احنا قاعدين في اوضه مغلقه، اوضه مغلقه اهي، وكل شويه في ناس عماله تخش في الاوضه، ناس عماله تخش في الاوضه لحد ما خلاص الاوضه ما بقاش فيها نفس خالص، اكيد في جزء مننا هيغمى عليه ومش هيستحمل الكتمه اللي موجوده في الاوضه. ده بالظبط اللي حصل في هذا الورم. انا عندي الباروتيد موجوده في كبسول ضيق جدا عليها، تايت، فيري تايت على الباروتيد اللي هو الانفستنج لاير في الديب فاشيا بتاعه النك. ده كلام كويس جدا. فدلوقتي الموضوع بدا كادينوما عادي خالص زي اي جلاند ادينوما، فايه اللي حصل؟ الخلايا عماله تتكاثر. ولكن حط نفسك دلوقتي مكان الورم، وزي ما احنا كنا قاعدين في الاوضه المغلقه، الورم دلوقتي قاعد في اشبه ما يكون بالغرفه المغلقه نتيجه الضغط العالي اللي عاملاه الفولس كبسول دي على الباروتيد، فاكيد خلايا منهم هيحصل لهم نيكروزس. وبالمثل البلاد فيسل اللي مغذي هذه المناطق برضه هيبقى فيه سكيميا نتيجه الضغط العالي اللي عاملاه الانفستنج لاير اوف الديب فاشيا اللي هي الفولس كبسول على الباروتيد، فالبلاد فيسل ده مش هيستحمل الضغط بتاع هذه الكبسول، وفي النهايه هيحصل اسكيميا فيه، فالاسكيميا دي هتنعكس على الاستروما ان يحصل ميكزويد ديجنريشن. الاستروما هيحصل فيها ديجنريشن، الديجنريشن بتاع الاستروما بيبقى اسمه ميكزويد، ميكزويد ديجنريشن. هذا الميكزويد ديجنريشن تحت الميكروسكوب بيبقى لونه ازرق، وهذا الميكزويد ديجنريشن اللي هو بالمنظر ده كده اهو وعايم فيه بعض الخلايا اللي حصل فيها نيكروزس، فانا هشوف منظر اشبه باللاكوني بتاعه الكارترج اللي هو المنظر اللي قدامي ده اهو. يبقى الموضوع كله بسبب ان انا عندي انفستنج لاير اوف الديب فاشيا محوطه الباروتيد فيري تايت عليها، الباروتيد اشبه ما يكون بالغرفه المغلقه، فايه اللي هيحصل؟ الورم عمال يتكاثر داخل الباروتيد، ورم عمال يتكاثر في مكان ضيق خالص على الباروتيد، ايه اللي هيحصل؟ الخلايا هيحصل فيها نيكروزس، والبلاد فيسل هيحصل فيه اسكيميا، نتيجه هذه الاسكيميا ان الاستروما في مناطق منها هيحصل فيها ديجنريشن، ما خلاص ما بقتش متغذيه بدم، فالديجنريشن بتاع الاستروما ده اسمه ميكزويد ديجنريشن، وهو الذي يبان تحت الميكروسكوب باللون الازرق. في نفس الوقت هذا الميكزويد ديجنريشن لو عاين فيه خلايا حصل لها نيكروزس هشوف منظر اشبه بالكارترج، وانا كده طبيعي انخدع بيه زمان لان انا ما عنديش المعلومات دي كلها، وهسمي الورم ميكسد سليفري جلاند تيومر. فحفظا لواء الوجه، العلماء بعد كده قالوا يعني علشان نداري الموضوع شويه هنسمي موضوع الميكزويد ديجنريشن ده سودو كارترج، يعني حفظا لماء الوجه كده برضو عشان ايه الناس ما تزعلش اللي قبلنا، هنسمي الميكزويد ديجنريشن ده سودو كارترج. وهنا جه الاسم بتاع الميكسد سليفري جلاند تيومر. حالا هقول لك كلمه بليومورفيك ادينوما جت منين. نتكلم بقى عن الباثولوجي تفصيلا مايكروسكوبيكالي وماكروسكوبيكالي. اول حاجه هتكلم على مايكروسكوبيكالي تحت الميكروسكوب، هنشرح القصه اللي لسه قايلها لك، ان التيومر ده كان يطلق عليه زمان ميكسد سليفري جلاند تيومر، وانه خطيئه وقع فيها العلماء، وان هم شافوا جزء عباره عن خلايا، الخلايا دي عباره عن الابيثيليوم بتاع الضغط والاسيناي، عاملين لك شيتس من الخلايا وعاملين ضغط لايك ستراكشر. ده كان الكومبوننت الاولاني. الروح الثانيه للورم ده جزء ماتريكس اللي هو كونكتيف تيشو، جزء الماتريكس ده عباره عن بلو ستيند ماتيريا. هل هذه البلو ستيند ماتيريا هل هي بكارترج؟ كلا والف كلا وكله كلا على كلا. امال هي ايه؟
هي عباره عن سودو كارترج، عباره عن ميكزويد ديجنريشن نتيجه الضغط العالي اللي كان واقع على هذا الورم نتيجه وجود الانفستنج لاير اوف الديب فاشيا اوف النك اللي ضغط على الباروتيد وحولتها اشبه ما يكون بالغرفه المغلقه، وعليه البلاد فيسل حصل له اسكيميا. نتيجه هذا الاسكيميا الجزء اللي هو بيغذيه هيحصل فيه ميكزويد ديجنريشن. الميكزويد ديجنريشن ده لو عام في بعض الخلايا اللي حصل فيها نيكروزس، معنى كده ان هينتج عني جزء اشبه بالكارترج حفظا لماء الوجه، سميناه سودو كارترج. يبقى التيومر تحت الميكروسكوب بروحين، سيلز عباره عن ايبيثيليوم عامله داكت لايك ستراكشر او شيتس من الخلايا، وجزء ماتريكس ده عباره عن بلو ستند ماتيريا بين قوسين سودو كارترج. وفهمنا القصه بتاعته ايه. طب ايه قصه بليومورفيك ادينوما؟ قال لك كلمه بليومورفيك ادينوما دي لما جينا نشوف الورم في مجمله لما حسسنا عليه لقينا بالبلبيشن ان هو فيرم، ولكن وسط هذه المناطق الفيرم يتخللها مناطق سيستيك. مناطق السيستيك دي دليل على الميكزويد ديجنريشن. فدلوقتي انا باجي احسس على الورم كتوتال بلاقي بالبلبيشن ان هو فيرم، ولكن وسط هذه المناطق الفيلم بلاقي مناطق بسيطه سيستك. المناطق دي هي دليل الميكزويد ديجنريشن، انعكست لي وانا بعمل بالبيشن على انها مناطق سيستك. فانا كده التيومر ده عندي كده واخد اشكال عديده، شكل فيرم وشكل تاني سيستك نتيجه هذا الميكزويد ديجنريشن، فالورم اطلق عليه اسم بليمورفيك ادينوم. تعالى بقى نشوف ماكروسكوبيكالي الورم ده عامل ازاي. قلت لك ان الورم في مجمله فيرم ولكن يتخلله بعض المناطق السيستك، جعلت اسم الورم بليومورفيك ادينوما. ده كلام كويس جدا. يبقى الورم ده بالبلبيشن في مجمله بيبقى فيرم وبيبقى لوبيوليتد وبيبقى ايريجولار وفي نفس الوقت بعين المجرده. خلي بالك انا شايفه بعين المجرده ليه كبسول، ده غير الفولس كبسول اللي انا بتكلم عليها، ولكن الورم انت عارف ان طبعا اي ورم حميد بيبقى ليه كبسول، تمام؟ فانا عندي دي الكبسول بتاعته اهي، وبره يوجد الانفستنج لاير اوف الديب فاشيا محوطه البروتيد كلها. يبقى دي الانفستنج ودي الكبسول بتاعت التيومر، تمام؟ طيب ايه بقى القصه؟ واللي انا قلت لك بعين المجرده واكدت لك قوي عليها، لان تحت الميكروسكوب الورم ده اتصرف تصرف غريب جدا. اتفقنا ان احنا شبهنا البروتيد دلوقتي بالغرفه المغلقه، تمام؟ طيب ايه برضو الفكره في كده؟ قلنا لو في زحمه كتير قوي جوه الاوضه ناس مننا هيغمى عليهم ومش هيستحملوا الكتمه، انما في ناس هتتصرف تصرف تاني ان هم يطلعوا بالعافيه من جوه الاوضه دي ويتغلبوا على هذا الضغط العالي. ده بالظبط نفس اللي التيومر عمله، جزء منه حصل له نيكروزس وشارك في تكوين السودو كارترج اللي هو ده اهو، جزء تاني بقى من التيومر هيتصرف تصرف تاني غريب جدا. هيقول لك انا مش نافع معايا الكلام ده، انا هخترق الكبسول وهخترق الانفستنج لاير اوف الديب فاشيا بالمنظر ده كده اهو، تمام؟ فدلوقتي هناخد ان علاج البيناين تيومر هو انوكيوليشن، يعني ان انا اولد التيومر من الكبسول بتاعته، بفتح الكبسول دي بالمنظر ده كده اهو واروح جاي شايل الورم واقفل تاني. الكلام ده مش نافع ليه؟ لان افكر كده معايا، انا شلت دلوقتي الورم من جوه الكبسول بتاعته، انا عندي خلايا اولريدي عامله بنتريشن للكبسول، فلو انا شلتها انا كده سبت جزء من الخلايا. وانا خلي بالك قايل لك الورم ده ممكن يقلب الى مالجنانت تيومر بعد 10 سنين، فانا كده سبت جزء من الخلايا ممكن على مدار 10 سنين تقلب لك الى مالجنانت تيومر. ممكن الخلايا دي بدل ما تقلب لمالجنانت تيومر تعمل لك ريكرنس للبليومورفيك ادينوما. فمعنى كده ان السمبل انوكيوليشن ليس اوبشن من الاوبشنز بتاعت التريتمنت اوف البليومورفيك ادينوما. عشان كده بيقول لك جمله بمليون دولار في الان سي كيو، الجمله دي بتقول لك ان الانوكيوليشن اوف ذيس تيومر كاري هاي ريسك اوف ريكرنس. يعني دلوقتي لو جيت قلت لك التريتمنت اوف بليومورفيك ادينوما وحطيت لك في وسط الاختيارات كلمه انوكيوليشن، الاختيار ده صحيح ولا غلط؟ اكيد طبعا هذا الاختيار خاطئ مليون في الميه. لو انت اخترت انوكيوليشن في علاج البليومورفيك ادينوما دي خطيئه ليس لها توبه الا الصفر في الامتحان، وخطيئه ليس لها توبه الا السجن في حياتك العمليه. بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن، العيان بتاعي جاي عنده سويلنج، هذا السويلنج في الباروتيد والسويلنج ده بيناين. قلت لك ان البيناين سويلنج اللي في الباروتيد الاعراض بتاعته بتبقى كالتالي: بيلس سلولي جروينج سويلنج، ولانه من الباروتيد فهيبقى موجود في السايد اوف الفيس اللي هو الاناتوميكال سايد اوف الباروتيد. طب بالنسبه للساينز، عندي سويلنج،
السويلنج ده موجود في الباروتيد ريجون، قلنا في مجمله بيبقى فيرم، وفي نفس الوقت لانه بناين بيبقى فريلي موبايل نوت اتاتشد تو السكن او المصل او البون، لانه لو اتاتشد بالمصل او السكن او البون فمعنى كده ان دي علامه من علامات المالجنسي، والورم بتاعي حميد فهو بيبقى فريلي موبايل مش اتاتشد لاي حاجه. طبعا الورم ده بيبقى فاريبل لان بيبقى فيه بعض المناطق السيستك، فانا بيبقى عندي جزء كبير كده فيرم الاقي كده في النص جزء سيستك، والسيرفيس بتاعه بيبقى الريجولار، وفي البدايه بيبقى عندي سموث لامب، لكن بعد كده الخلايا السرطانيه بتند انها تبنتريت الكبسول ويحصل عندي بوزوليشن. ادي الورم اهو الكبسول بتاعته البروتوك كلها متحوطه بانفستنج لاير اوف الديب فاشيا، فالورم الخلايا بتاعته بتعمل بوزوليشن اللي هي بتند تو بنتريت الكبسول، وهذا ما يجعل السيمبل انوكيوليشن مش اوبشن للتريتمنت. طيب ايه هي السبيشال كاركتر؟ ان عندي هذا السويلنج بيبقى رافع اللي بيلق في الايه، في نفس الوقت السويلنج بتاعي طالما بناين مش هلاقي اي سيرفايكال ليمف نود انلارجمنت ولا اي فيشن نيرف انفلتريشن، فيشن نيرف سليم سليم سليم، ولا ارى بعين الساقره اي ليمف نود في النك. الانفستيجيشن بيقول لك ان السي تي بتبقى ضروريه علشان اشوف التيومرز اللي بتبقى طالعه من الديب بارت بتاعت الجلاند، لانها مناطق ديب مش هقدر اوصل لها بالبلبيشن العادي، ولو انا عايز اعمل بايوبسي افضل اعمل فاين نيدل اسبيريشن بتبقى هي الريكوايرد عن الاوبشنز الثانيه بتاعه البايوبسي. طيب نيجي نتكلم على التريتمنت. التريتمنت بتاعنا يا اما التيومر طالع من الباروتيد يا اما طالع من السبمانديبولار جلاند، واتفقنا ان الانوكيوليشن مش اوبشن للتريتمنت وعليا انا بعمل اكسجن والسيفتي مارجن. نيجي للبناين تيومرز اللي طالعه من الباروتيد، لو كانت تيومر طالع من السوبرفيشال بارت انا هعمل ايه؟ اول حاجه هلقط الفيشال نيرف واروح جاي عامل عنده علامه عشان ما التشوش، تمام، وهشيل كل السوبرفيشال بارت للفيشال نيرف، فانا كده عملت ايه؟ شلت السوبرفيشال بارت بتاع الجلاند وحافظت على الفيشال نيرف، فنتج عندي عمليه اسمها كونزرفاتيف لان انا حافظت على الفيشال نيرف، سوبرفيشال لان انا شلت السوبرفيشال بارت باردوديكتومي، هي نفس الموضوع سوبرفيشال كونزرفاتيف باردوديكتومي كونزرفاتيف سوبرفيشال باردوديكتومي نفس العمليه، تمام. عملت فيها ايه؟ اول البروت التيشو اللي سوبرفيشال تو النيرف اند اتس برانشز از اكسايت، وحافظت على الفيشال نيرف لذلك سميت بكونزرفاتيف. طب نفرض بقى التيومر موجود في الديب بارت، هل اعمل فيها عنتر واروح جاي داخل من الفرنكس واقول له اشيل التيومر؟ ما انا كده حلطش الكاروتيد شيس وحموت العيان، فقال لك انت مش هتعمل كده، انت هتعمل عادي نفس اللي عملناه في السوبرفيشال بارت، هروح جاي شايف الفيشال نيرف ومعلمه واروح جاي شايل السوبرفيشال بارت من الجلاند، وانا التيومر عندي طالع من الديب بارت فاروح جاي شايل الديب بارت كاملا، فانا كده شلت الباروتك كلها وفي نفس الوقت حافظت على الفيشال نيرف، فانا عمليه توتال كونزرفاتيف باردوديكتومي. عملنا فيها ايه؟ ريموفال للبوست سوبرفيشال اند ديب بارت اوف الجلاند ويز بريزرفيشن اوف الفيشال نيرف، دي بتبقى انديكيتد للتيومر اللي بتبقى ديب، او لو حصل عندي ريكرنت تيومر، ما لو كان عندي تيومر في السوبرفيشال بارت وانا عملت معاه كونزرفاتيف سوبرفيشال باردوديكتومي، تمام؟ فالتيومر رجع تاني، هل اروح جاي اعمل نفس العمليه تاني؟ ابقى انا كده دكتور ما بفهمش حاجه، هعمل نفس العمليه تاني ليه؟ ما اعمل اوبشن تاني للتريتمنت بقى، تمام؟ طب نفرض بقى التيومر طالع من السبمانديبولار جلاند، علاجي في كلمه واحده سبمانديبولار سيالادينكتومي، مش خايف من اي حاجه الا من مطبين، المطب الاولاني السيرفايكال اند مانديبولار برانش اوف الفيشال نيرف، انا عندي المانديبولار، انا عندي ده المانديبولار اهو، عندي فيه هنا برانشين من الفيشال نيرف، برانش اسمه مانديبولار وبرانش تاني اسمه سيرفايكال، انا دلوقتي لو دخلت على السبمانديبولار جلاند اللي بيبقى الاناتوميكال سايت بتاعها ريليتد للتو نيرفز دولت اكيد طبعا هلطشهم، فقال لك انت اعمل الانسيجن بتاعك تحت المانديبول ب 2 سم وطلع السبمانديبولار جلاند منه، انت كده هتتلاشى اصابه هذان النيرفان، فبيقول لك اول ما طب السيرفايكال والمانديبولار برانشز اوف الفيشال نيرف بتعمل معاهم ايه؟ بروح جاي عامل الانسيجن بتاعي بارلل اند 2 سم فروم اللور بوردر اوف المانديبول واشيل السبمانديبولار جلاند منه، وخلي بالك تكير انا عندي تو نيرفز ريليتد للديب بارت بتاع السبمانديبولار جلاند، هو النيلجوال نيرف والهايبوجلوسال نيرف، فانا لازم وانا شغال في الديب بارت من الجلاند احاول احافظ عليهم. يبقى تو سمرايز، علاج البليومورفيك ادينوما هل هو انوكيوليشن؟ كلا والف كلا وكله كلا على كلا، امال ايه؟ اكسجن ويز سيفتي مارجن. لو كان بقى التيومر طالع من البروتود ولا طالع من السبمانديبولار جلاند، في البروتود في كلام لان البروتود يقطنها نيرف اسمه الفيشيال نيرف، فلو كان التيومر طالع من البروتود هشوفه هل هو في السوبرفيشال بارت بتاعها وهو الاكثر شهره ولا طالع من الديب بارت بتاعها وهو الاقل شهره.
طيب لو كان طالع من السوبرفيشال بارت بتاعها، انا عايز اعمل عمليه جراحيه ليست انوكيوليشن وفي نفس الوقت احافظ على الفيشال نيرف، فهشوف الفيشال نيرف وهو طالع من الستايلويد فورامين واحاول اتحاشاه وابعد عنه المشرط بتاعي واشيل كل البروت التيشو اللي فوقيه. بص معايا، ده السوبرفيشال بارت بتاع البروتيد، ادي الفيشال نيرف اللي هو القلم ده، وادي ايدي الثانيه دي هي الديب بارت. فانا هعمل ايه؟ هروح جاي شايل السوبرفيشال بارت، كل السوبرفيشال بارت ده هشيله وانا رابط كده الفيشال نيرف ومعلمه باي خيط علشان ما التشوش. شلت كل السوبرفيشال بارت ده لو كانت تيومر طالع لي من السوبرفيشال بارت اوف البروتيد. طب لو كان بقى تيومر طالع من الديب بارت، هل اعمل بقى فيها عنطر بقى واروح جاي داخل من الفرنكس عشان الطش الكاروتيد شيث ولا ايه؟ لا طبعا، هعمل الخيار الاسهل ان انا ادخل عادي زي ما دخلت في السوبرفيشال بارت، واعمل ايه؟ هروح جاي معلم الفيشال نيرف علشان ما اقطعوش، واروح جاي شايل السوبرفيشال بارت بتاع البروتيد واشوف الفيشال نيرف وما التشوش واشيل الديب بارت من غير ما ادخل في الفرنكس. ده الاوبشن اللي انا بعمله في التيومرز اللي بتبقى طالعه من الديب بارت، واسمه ايه؟ اسمه توتال، لان انا شلت الباروتد كلها. كونزرفاتيف، لان انا حافظت على الفيشال نيرف. باروديكتومي، لان انا شلت الباروتد جلان. طب الاوبشن ده ممكن اعمله في حاله ثانيه غير لو كانت تيومر طالع من الديب بارت؟ ايوه، ممكن اعمله في الريكرنت كيزز، لان لو انا كان عندي تيومر طالع في السوبرفيشال بارت وانا عملت العمليه اسمها سوبرفيشال كونزرفاتيف باروديكتومي، سوبرفيشال لان انا شلت السوبرفيشال بارت، كونزرفاتيف لان انا حافظت على الفيشال نيرف، باروديكتومي لان انا شلت الباروتيد جلاند السوبرفيشال بارت بتاعها تحديدا. طيب عملت الموضوع ده في المره الاولانيه لقيته راح جاي رجع تاني، هل اعمل العمليه تاني؟ ما هو رجع كمرة اهو، هعمله تاني هيرجع مره تانيه وثالثه ولف بينا يا دنيا. فانا اروح جاي عامل ايه؟ لا، اروح جاي شايل الباروتيد جلاند كلها واتقي شر البليمورفيك ادينوما اذا غضب. طيب لو التيومر بقى طالع لي في السبمانديبولار جلاند، هعمل عمليه اسمها سبمانديبولار سيالا دينكتومي. انا عندي هنا برانشات من الفيشال نيرف، عندي طريقه اتحايل بيها على هذه البرانشات عشان ما التشهاش واقدر عادي اشيل الجلاند كامله بيها. هتعمل ايه؟ انا عندي دي الريموس اوف المانديبول بيبقى ريليتد لتو نيرفز من برانشات الفيشال نيرف، المانديبولار والسيرفايكال. هتعمل ايه؟ هنزل تحت الريموس اوف المانديبول ب 2 سم واعمل الفتحه بتاعتي اشيل منها السب مانديبولار جلاند كامله، وكده انا حافظت على النيرفين دولت. طيب المطب الاولاني انت عديته النجاح، المطب الثاني تيك كير، احترس وانت شغال في الديب بارت بتاع السب مانديبولار جلاند لا تلطش اللينجوال نيرف او الهايبو جلوسال نيرف.